مرحبا، اليوم راح أحكي لكم عن موضوع شوي أكاديمي بالاقتصاد وبهم الطلاب أكثر ما بهم عامة الناس، وخصوصا الطلاب اللي بدرسوا مادة النقود والمصارف. هو سؤال أساسي، هو شو اللي بيحدد قيمة عملة معينة أو شو اللي بيحدد سعر صرفها؟ حقيقة النقود ما بتختلف عن لا البطاطا ولا الخيار في مسألة تحديد قيمتها. يعني إذا شو اللي بيحدد قيمة سعر البطاطا بالسوق؟ هو العرض والطلب، يعني الكمية اللي تنتج من المزارع بتعرض في السوق. إذا كانت كمية كبيرة السعر بينزل، إذا صغيرة بيطلع السعر. أو إذا كان الناس بياكلوا بطاطا كتير فالسعر بيطلع، ما أكلوا بطاطا كتير بينزل السعر. نفس الشيء بالنسبة للنقود، النقود ما يحدد سعر النقود أو قيمة النقود أو سعر صرفها بالنتيجة هو العرض والطلب عليها. العرض والطلب، عرض النقود بيحدده البنك المركزي، والطلب بيحدده حجم النشاط الاقتصادي في البلد. يعني ممكن نحن ناخذ مثال صغير كثير تبسيطي. إذا قلنا في عندنا دولة اسمها مملكة المريخ، وافترضنا أنه عندها احتياطيات بمبلغ مثلا من الذهب والعملات الأجنبية بمبلغ 100 مليار دولار، وبدها تطالع عملتها الجديدة اللي اسمها دراف مثلا بدل الدولار، وفكرت تصدر 100 مليار دراف. فبهي العملية معناته هي راح أنتجت 100 مليار دراف، السعر راح تسعره هي 1 دراف يساوي 1 دولار. هلا هاي الخطوة الأولى، بعدها شو اللي راح يحدث؟ احنا هون حددنا عرض النقود بمقدار 100 مليار دراف. اللي راح يحدث إذا كان النشاط الاقتصادي في دولة المريخ قوي، الاقتصاد عم بينمو، راح ينتج عنا انه الناس تستهلك كثير، بتاكل كثير، بتشرب، تشتري وتبيع كثير، فتحتاج كمية اكبر من النقود. راح يزداد الطلب على النقود الدراف وارتفع سعر الدراف. لكن اقتصاد دولة المريخ خامد وراكد والناس كسلانة وما بتشتغل شيء، ما راح يكون له حاجة للفلوس ليبيعوا ليشتروا. فراح يصير شو؟ راح يصير راح ينخفض الطلب على عملة الدراف، وراح ينزل سعرها مقابل العملات الاخرى او سعرها بشكل عام. طبعا في نوع خاص من الطلب اللي هو يعني او النشاط الاقتصادي اللي هو نشاط التصدير بيأثر مباشرة وبشكل دائم. يعني طبعا اذا صدرنا كثير معناته نشاطنا الاقتصادي زائد، يعني الطلب على عملتنا راح يزيد على الدراف، وبالنتيجة راح يزداد سعرها. لا والله كانت مملكة المريخ كسلانة وتستورد بضائع الآخرين، النتيجة الطلب على عملة المريخ راح يخف وسعرها راح ينزل بالأسواق. طبعا هو ممكن يدخل عامل نفسي احيانا بسبب الازمات، بسبب التقلبات السياسيه، فالناس بتهرب من عمله هذا البلد. اذا كان عندنا مثلا انقلابات، حروب بمملكه المريخ، ممكن الناس تهرب من عمله المريخ. بهي العمليه راح الناس بتهرب منها، بتبيع هاي العمله كثير، فاذا ازداد العرض منها طبعا بيكون انخفض الطلب عليها، بالنتيجه بينزل سعرها. هذا ما يحدث تماما في عمله اي بلد من بلدان العالم، العرض والطلب، النشاط الاقتصادي والكسل الاقتصادي.